حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس فقال له رجل يا ابا عبد الرحمن لوددت انك ذكرتنا كل يوم قال اما انه يمنعني من ذلك اني اكره ان املكم واني اتخولكم بالموعظه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافه السامه علينا